ونعود إلى قطاع غزة، ومعنا من هناك مراسل الحدث أسامة الكحلوت، وتحديدا من رفح جنوب القطاع. أسامة مرحبا بك ويعطيك ألف عافية. بداية نسأل عن آخر التطورات الميدانية من عندك، تفضل. نعم، يعني خلال الساعات الأخيرة الماضية هناك أكثر من استهداف في مدينة رفح جنوب القطاع. نتحدث هنا على استهداف أول منزل كان قبل ساعة لعائلة الخطيب في منطقة الشبورة وسط مدينة رفح جنوب القطاع. هذا الاستهداف لهذا المنزل في منطقة مدمرة ومربع سكني مدمر بالكامل، سقط 3 ضحايا وعدد كبير من الإصابات. الآن قبل دقائق قليلة استهدفت أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة الخواجة في أيضا وسط مدينة رفح. الآن سيارات الإسعاف تنقل 4 ضحايا وعدد من الإصابات في هذا الاستهداف لهذا المنزل، بالإضافة لاستهداف آخر أيضا في مدينة رفح. نتحدث على 3 استهدافات خلال الساعة الماضية على مدينة رفح، نتحدث على أكثر من 5 ضحايا وعدد كبير من الإصابات. حتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف ما زالت تنقل الإصابات إلى المستشفى الكويتي، ورجال الدفاع المدني أيضا يحاولوا انتشال عدد كبير من الإصابات من تحت ركام المنازل المدمرة والتي عدنا منها قبل قليل. نلاحظ هناك عدد كبير من الإصابات والعالقين تحت ركام هذه المنازل في ظل محدودية إمكانيات طواقم الدفاع المدني في العثور على ناجين أو حتى ناجين من تحت ركام هذه المنازل. تم قصف بأكثر من صاروخ في مدينة رفح جنوب القطاع. يعني اليوم كان أيضا استهداف في أكثر من منطقة في قطاع غزة، كان في منطقة مدينة بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة. المدفعية استهدفت المنطقة الغربية لهذه المنطقة، وكما هو الحال في منطقة مخيم النصرات في المنطقة الشمالية لهذا المخيم، وعلى مقربة من مكان تواجد الدبابات الإسرائيلية بالقرب من حاجز نسريم على شارع هارون الرشيد. المدفعية تضرب كل المنطقة الشمالية لمخيم النصرات، وبالتالي ينقل أعداد كبيرة من الإصابات. صباح اليوم نقلت 3 ضحايا، وبعدها تم نقل عدد من الإصابات من هذا المكان. يعني أيضا بالإمكان الحديث على أن المدفعية الإسرائيلية لم تغادر أماكن الشرقية وتستهدفها بشكل متواصل. شرق مدينة خان يونس، شرق البريج، شرق مدينة غزة، تستهدف كل المنطقة الشرقية. العدد كبير من السكان كانوا قد نزحوا من منازلهم باتجاه مدينة رفح، ولكن بعد انسحاب الدبابات من أكثر من مكان وأكثر من محور في المنطقة الشرقية كمدينة خان يونس ومنطقة البريج، عاد السكان إلى منازلهم، والآن المدفعية تستهدفهم في المنازل ورشاشات الدبابات تطلق عليهم النيران صباح كل يوم. اليوم أصيب 3 أطفال، 3 كانوا عادوا إلى منازلهم في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، ولكن انفجر جسم مشبوه في أحد الأطفال حينما كان يلعب في المعلبات داخل أو في محيط منزله، وبترت رجله نتيجة هذا الانفجار جسم مشبوه. نتحدث هنا على عشرات الأجسام المشبوهة تركت خلف الجيش الإسرائيلي عندما انسحب من منطقة مدينة خان يونس، وأصيب عدد كبير من الأطفال. في كل أسبوع يمر يعني يصل إلى المستشفى هنا مصابين أطفال من العبث في أجسام مشبوهة مثل المعلبات. اليوم المطبخ العالمي أعلن أنه سيتم استئناف عمله في قطاع غزة بعد أن توقف عن العمل بداية هذا الشهر، حينما تم استهداف 7 من طواقمه وقتلوا بشكل مباشر في استهداف مركباتهم خلال التنقل من منطقة مدينة غزة إلى منطقة الجنوب. وبالتالي هذا يأتي بالتزامن مع وجود سفينة أمريكية كبيرة وصلت إلى شواطئ مدينة غزة منذ ما يقارب يومين، وهذا من أجل استكمال عملية بناء الرصيف البحري في المنطقة الغربية الجنوبية لمدينة غزة. نعم أسامة، أريد أن أسألك هنا فيما يتعلق بردود الفعل إن وجدت حتى الآن فيما يتعلق بقرب التوصل من عدمه فيما يتعلق باتفاق بين إسرائيل وحماس. نعم، يعني هناك تفاؤل كبير لدى سكان قطاع غزة بأن يكون هناك بالفعل اتفاق لوقف اطلاق النار، خاصة في ظل نشر أخبار إيجابية هنا من طرف الفصائل الفلسطينية ومن طرف إسرائيل على لسان القيادات المصرية أن هناك سيكون اتفاق وضغوطات. يعني هناك أمل كبير أن يتم التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار وإبرام تهدئة قريبة، خاصة وأن فشل هذه التهدئة ووقف اطلاق النار يعني ذلك أنه يكون هناك توسيع للعملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح، وبالتالي سيكون هناك مجازر وتدمير مماثل لما جرى في مدينة خان يونس. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات من رفح جنوب قطاع غزة، مراسل الحدث أسامة الكحلوت.